بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا إلى الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن إن شاء الله على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تحريف كلمة عن موضعها، أو تغيير حرف، أو تقديم، أو تغيير، أو زيادة، أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلت، أو ريب، أو شك، أو تعزيل عند تلاوتي، أو كسل، أو سرعة، أو زيخ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد، أو تسديد، أو همزة، أو جزم، أو إيراب بغير مكان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألهان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تؤاخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأ مؤدينا قوما لا داعي والقلب واللسان،
وهب لنا بالغير والسادة والبصارة والأمان، ولا تختم لنا بالسر والسقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، أمنا وأمن موتانا من عذاب القبر من سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيد وجوهنا يوم الباس واتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابه وثقل ميزاننا وميزانه بالحسنات، وثبت أقدامنا وأقدام أهل الصراط واسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والزبور والفرقان، آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السرية والبرهان، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا وله بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا ومنه إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا وزينه بزينة القرآن، واكرمنا واكرمه بكرامة القرآن، والبسنا والبسه بخلة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وادخلنا الجنة وادخله الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا وله في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة صفيا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين الناس سترا وحجابا، وبيننا وبين أعدائنا سترا وحجابا، وبيننا وبين أعدائنا سترا وحجابا، وبيننا وبين الظالمين سترا وحجابا، وبيننا وبين الفقر سترا وحجابا، وبيننا وبين الأمراض سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هدنا بهداية القرآن، اللهم هدنا وهد بنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا ونجه من النيران بكرامة القرآن، وادخلنا الجنة وادخله الجنة بصفاءة القرآن، وارفع درجاتنا ودرجته بفضيلة القرآن، وكفر عنا وعنه سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، بكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، بكل جزء جزاء، بكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، بكل ربع رفعة، بكل ثمن صنعة. اللهم ارزقنا بالألف والفاء، بالباء بركة، بالتاء توبة، بالثاء ثوابا، بالجيم جمالا، وبالهاء حكمة، بالخاء خلانا، وبالدال دنوا، بالذال زكاة، بالراء رحمة، وبالزاء زلفا، بالسين سناء، بالسين صفاء، بالصاد صدقاء، بالداد دياء، وبالتاء طهارة، بالظاء زفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربا، بالكاف كفايا، باللام لطفا، بالميم موئزا، وبالنون نورا، بالواو وصلا، بالهاء هدا، بالام الف لقاء، وبالياء يسرا،
وبالياء يسرى وبالياء يسرى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وآباء آبائهم وأمهاتنا وأمهات أمهاتهم وإخواننا وإخوان إخوانهم وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين الإسلام. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين الإسلام. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين الإسلام واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا شكور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وعباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وعباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من أتيت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم آسنا عاقبتنا في أمور كلها وآزرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ووفقهم لطاعتك يا الله. اللهم بارك لنا في أولادنا ووفقهم لطاعتك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اسفنا واسف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم اسفنا واسف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات في كل مكان. يا سلام سلمنا وسلم أهل غنيا في كل مكان. يا سلام سلمنا وسلم أهل غنيا في كل مكان. يا سلام سلمنا وسلم ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ببركة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا رب جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين. ربي يسر ولا تؤثر علينا ربي تمم بالخير وبالتوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وصحابه وسلم. ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رمت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم اجعل ثواب قراءتنا هذه لمن جعلتنا سببا لاجتماعنا هذا وآته بالقرآن في قبره الساعة الواسعة والحجة البالغة والقول الثابت
ونور المستبين في ذات المظلم، وجاء في الأرض عن جنبيه، وارحمه واغفر له ولوالديه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتي بالقرآن الأمن يوم الفزع الأكبر، والرخاء عند الشدة، وتسقيل الميزان عند الخفة، وتيسير الحساب يوم الأسرة، والورود إلى الرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أجل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح ألف أمرس، اللهم أوصل صواب ذلك إليه. اللهم أجل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح ألف عمر سو، اللهم أوصل صواب ذلك إليه. اللهم أجل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح ألف عمر سو، اللهم أوصل صواب ذلك إليه واجعل نورا يسلب بين يديه. اللهم أكرم به مقامه ويسر به حسابه ودائف به ثوابه واجعل رهج المختوم سرابه. اللهم أنس بهدته وارحم خربته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، إذا رق الجبين وكسر الأنين ويشفى منا طبيب أبوك أنا الحبيب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، إذا ودى التراب ودنا الأحباب وفارقت النعيم وانقطع النسيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، إذا نسي اسمنا وبلي جسمنا واندرس قبرنا وانقطع ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر زائر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، يوم تبلى السرائر وتبلى الدمائر وتنصر الدواوين وتودع الموازين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، إذا فرق الفريقين فريق في الجنة، اللهم اجعلنا منهم وفريق في سعير، اللهم لا تجعلنا معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا وفقنا إلى الحق، اللهم اهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم أجل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يأمن والأموات. اللهم أوصل صواب ذلك إليهم واجعل نورا يسعى بين يديهم. اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم ودائف به ثوابهم واجعل رأي المختوم سرابهم. اللهم أنس ودتهم وارحم خربتهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الدي احسن.